ليلة أمس ولا واحد منكم رقد بالبيت، فين كنتم؟ كنا أنا وحزام مع بعضنا. وفين كنتم مع بعض؟ كنا نايمين بالمسجد. وليش رقدتم بالمسجد؟ كان في شوية مشاكل عائلية فخرجنا من البيت. وكيف لو ما وقعت المشاكل لكم بوقت واحد؟ يا فندم صدفة ويا ما حاسنا صدف. تكلم سع الناس، ايش من مشاكل معاكم؟ مشكلة جميلة والخطوبة هذا بس خلاص يعني، وكل واحد راح لحاله. يعني فعلا بينكم بين خليل مشاكل؟ لو ما عرفتم انه خطب جميلة زعلتم واتفقتم مع بعض وقررتم تقتلوه وسرقتم الدكان عشان تنتقموا من جميلة. لا 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 يا فندم، انا بدالك، لا لا يعني مش لهذا الحد اني توصل المشاكل بيننا القتل والمقتال. لا لا لا، خليل ابن قريتنا وحبيبنا وصاحبنا واخونا، مش لهذا الحد. ما فيش تفسير لغيابكم عن البيت ليلة الحادث الا هذا. يا فندم انا بدالك، احنا بريئين من اللي بتقوله هذا كله، لا قتلنا خليل ولا سرقنا الدكان ولا في من الخبر خبر. اعترفوا، الانكار ما بينفعكمش. نعترف على ايش يا فندم؟ مالك والله ما فعلنا حاجة. مصرين على الانكار. عسكري خذوا مع الهادي. لا لا دلي. السلام عليكم. السلام عليكم. حيا وقوه، حيا ابو رعامه قريه، حيا حيا بالابطال، حيا بالاسود، حيا بالشجعان. انا اشهد لله ان انتم بيضتوا وجه. يا حيا يا حيا، من شمه بارود ولد السوق شمه مع راسه. يا حيا وقوه، اهلا وسهلا، كيف حالك؟ اهلا اهلا. خليل، ما لقيت الله خليل يا اندار. ها خليل، خليل المسكين، ما لقيت سبحان الله خليل يا اندار يا ابا خليل. من كمان والله ما طعنا حد ولا قتلنا حد ولا عملنا شيء. ايوه تمسكنوا، ايوه هم هكذا المجرمين ما صرا هكذا ينكروا كل حاجه. لكن سهل ما قال المثل، ما قال المثل الذي ما يفعل المنكر ما يذكر. من طعن خليل ما لا تشي تلف قناة تهمه بس انت بس القضيه احنا لك. عادي عادي سهل، هم هكذا تعال، هم هكذا المجرمين اصلا، هم كلهم هكذا القتله والفسقه والوعداء الله. ما لهم كمان عاد يسمعوك الجماعه. انا بدالك كمان والله ما قتلنا احد. تشتبه وانا اشتبه. لو ولا احد اشتبه. لا 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 عادي، لا تستحوش مني، لا عادي نتحاكم نتجابك. ما انا ما لبست جنابي، انا كجوال طول عمري. ها انت اللي طعنت صح؟ ما انا جنبيتي مسروقه بقالها سنه. يعني ما يعني ما لا يا حي يا بالغايب سعد. عاد انت هانت. ايوه بس انت المره هذه طولت الغيبه. مشغول معلش. مزولي. ايوه ايوه اسمعوني، انت يا مجنون اجلسوا اشرحوا لي القصه، كيف عتوب الادمي؟ كيف طعنتوا؟ منين جيتوا؟ لمن ولي مسك المن ولي؟ يا الله يمكس قدراتكم. ايوه حاكم. ايوه كيف سويتوا؟ ما فعلتوا؟ ما فعلناش حاجه، ما صلي على رسول الله. ما فعلنا.